أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا تنازل الوالدان عن حقهما في الميراث وهو السدس للأبناء، ولكن بعد وفاتهما أتى أبناؤهما وطلب ميراث أبيهما، فهل يلزم رد الميراث إليهم؟ هذه مسألة للمحكمة، ثبتون العطية هذه عند القاضي ويشوف فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.